قسم بالله شيء صعب مره. مريت مواقف كثيره خاصه جئت شهرين وانا قابل جمهور وماسك كابي وصار سبع سنين احمد ما اتكلم واتكلم انا صادق وقلتها لك بدون تدري شيله الكاب بتريحك من هموم تعرفها انك تمشي وما تاخذ راحتك وانت تمشي. اذا قابلت الجمهور تقابل الجمهور وانت خايف انه يجي واحد يمزح ويصور ولا شيء. الشيء والاهم من هذا كله انه ما في شيء ترى ما عندك مشاكل اللهم لك الحمد. عادي ترى مساله انك تعودت على هذه وتعلقت فيها شلتها هي وطلعتها من اول مقطع اقسم بالله انك ترتاح بعدها وبعدها البس الكاب مثل ما تبي. شوف احمد هديتك شرفني يا راي والله انك شرفني يا راي بجلسه شرفني. أيها الأخوة الكرام دقيقة أيها السادة إنها لحظة دقيقة إنها لحظة إنها لحظة لا تتكرر. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بقول صلوا على نبينا محمد واللي ما اشترك اشترك واللي ما سوى لايك يسوي لايك. هذه اللحظة يا أبو مشواح والله ما تتكرر وهذه اللحظة حاب أقول فيها لكل شخص انتظرها. أبشر والله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو مشواح بدون كاب لأول مرة. أحمد أصبر أحمد يا الله يا هذا يا الله يا أخيرا يا شيخ ما بغيت والله ما بغيت تريد وايد وطلع جبز كبيرة. أيها الأخوة الكرام عدنا إليكم من جديد بعد ما سوينا شوية تعديلات. أستاذ رايد مشواح أحلى تحية يستاهل. يا عيال كني ولدي في النار حاتف عراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. سولف على الشعور ما أبغى أسمع. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا بعد سبع سنوات ولا مقطع انتشر لي سبع سنوات الأخيرة. كل المقاطع تنزل عني هذه قبل 8 سنوات 2015-2016 فالحمد لله حافظت على الكاب قابلت الجمهور حاولوا شنو الكاب الحمد لله. العالم بيشوف لك اقسم بالله يا جماعة شعور غريب اقسم كأنكم فسخين سروال واحد والله العظيم والله العظيم شعور يخوف بس انا مسوي نفسي قوي ولازم اتقوى ان شاء الله بعدين. اسمعوا يا جماعة الخير لازم تعرفون شيء. شفتوا شعري هذا ما عندك كاب خلي ولي بس كيف اسوي البس كاب كان شعري اطول من كذا 5 مرات كان الشعر امسكه يوصل الى هنا فامسكه واربطه بهذي اربطه ثم انا شوف شوف خلينا نشوف البروفه بس هذا قصير يمديكم تلعبون اكس او هنا كنت اسوي كذا كان طويل بس توني محلق انا عشان المقطع عشان اتكشخ لكم. بالله عطني الكاب وين كابي؟ في ناس هنا محققين كنون ببرد وجيهكم ببرد وجيهكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لبست الكاب بس البس الكاب صح؟ التفت من ورا ايش تقولون؟ اصلع صلعتك واضحه ماني اصلع والله لو اشد حيلي بطلع الزير سالم شوف جبهتي كمان ترقى والله بغطي على بهاي عيال والله قهر. طيب ايش من عيالي ما يدرون؟ ايه اسال الله العلي العظيم ان يوفق وينجح بحياتك وينور دربه كل من اشترك عندي والمشتركين. آمين. اسال الله ان يوفقك ويطول بعمرك ويقربنا للمليون. ابي المقطع اللي بعد هذا ينزل احتفالية المليون باذن الله. هذا الامر بيد الله ثم بيدكم. ترى الشيء يفرق يا جماعه. أيوة الكلمه الزينه اي أيوة والله تحت اي والله والاشتراك ايه اقسم بالله يطقطق لي بلوك والله لا نام بالكومنتات لا 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 اي واحد طقطق طاح بلوك طقطق طاح هاي جبهت كبيره كنا راسك كنا مولود بعد راسي طويل ترى شوف كنا مولود لا 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 كيف بعد الدبه دي المفروض ما حد يدب عليك اي خلاص احنا خلصنا المقطع مقطعك خلاص ريحتك انا رايح انت فزت ومبروك ورب الكعبه انك تستاهل يا احمد حياك الله. انت زعلان مني والله ليش ازعل؟ اخوان حنا احمد والله ما ازعل عليك ولكن احمد ترى بيجي يوم من الايام اني مستعد اقرع تخيل عاد راس كذا كنا مستحيل والله حبحب بطيخ ياخذني الزلمه بيروح يبيعني والله بحد ورب الكعب يجي اليوم يا ولد صلعني يا ولد صلعني وفك الكعب الثاني عندك اعطاني سؤال يخوف انا استاذن يا جماعه ترى اعطاني سؤال اعطاني سؤال يخوف ما اقدر اجاوب الحين يا رايد الصدق احس انه ريحك هو شوف هو ريحني والله انا ارتحت حلوين بس اعطاني سؤال الاخير السؤال الاخير لك خلاص جيم اوفر جيم اوفر والله ايه ذبحني جاوب انا بغي والله بغيت اجاوب انا خفت والله يوم شفت وجهك وجه فيرفل انت كذا رايق ما تسوى ايه يبوي والحمد لله اني ما جاوبت لعل خير لعل خير يمكن يوصلني مليون وصلت مليون يبصرون بحفله المليون هذه بجمع شباب ها 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 يلا يلا
طيب يا جماعة الخير، والله العظيم كنا شال حمل كبير علي، قسما بالله العظيم. الحين بشوف ردة فعل الشباب وانا اشيل كابي قدامهم، هذا شيء. شيء ثاني بشوف كيف يوسوني، كل شيء بسوي، اي شيء اي شيء، اي واحد من العيال ما شافني بدون كاب بسوي قدام اي شيء. بسم الله مشينا. تعال بيك، لا تخاف توك صح منهم صح؟ تعال بيك موضوع بسمين هذا مقطع. اي مقطع والله مقطع بسيط. يا رب عفوك. انا قربت المليون زين؟ ايه وبشيل كابي قريب. أبيك تحفزني يعني لو شفت الكاب وشلون؟ أبيك تحفزك؟ أي يعني حفزني كل الكلام. واضح إني لا تبيني صح. قل لي كلام يعني. حفزك. الشعرك حلو والشيء. ليش تعرف؟ قلت لك حرق هذا حرق. قل لهم لايك واشتراك، قل لهم. هذا ايش؟ تدرون يا جماعة الخير؟ من اكثر الاشياء اللي اتعذى فيها بمقاطعي نفس كذا يجيبون العيد رايد شعرك رايد في شعره طالع من هنا ايه فتحتك طيب انا والله انك ما قصرت خلاص خلاص والله خلاص بارك يا ولد صدمتني والله خلاص شلت يا ساتر الحمد لله يلا يعني بعدين تصور العيد مليون اي والله العيون المليون قسما بالله يا جماعه الخير هذا كل اللي تشوفونه العيون المليون والله العظيم الكابن جميل الله يجبرك هذا شيء خاصين منه جمالك طاغي طفي اللمبات وجهك الله يرضى عليك طيب شكلي بدون كابل انت تشوفه ان الجمهور ما يشوفه كيف تشوف شكلي والله زي كذا ايه مت من الجمال شغل اللمبات كنسل قاعد تلعب انا عارف انا اللعبه هذه لعبتي ايه خشب ايه هذا انزل عليه يلا تعال بيك بيك موضوع هلا صهيب صهيب انا تحدي عقاب ايش فيه مو تحدي ولا عقاب والله غير هذا غير عن المقاطع الثانيه انا قربت المليون اول شيء قل لهم انه مشتركون الف مبروك والله مقدما ايه؟ لان انا عارف انهم ان شاء الله اللي مش مشترك حينزل يشترك واذا مشترك بيعمل لك حساب ثاني او بشوف واحد من اهله يجيب تلفونه أيوة. يشترك فيه هذه حلوه والله لا ويشغل الاشعارات عشان المقاطع ما شاء الله أيوة عليك والله انه رهيبه المقاطع الجايه يا جماعه الخير والله اوعدكم وعد وعد الحر دين انكم بتشوفون المقاطع الجايه بتقولون واو بتقولون شكرا رايد انتم ما قصرتم اي انا باذن الله اني ما راح اقصر معكم بسوي المستحيل عشانكم قسما بالله طيب صهيب ابشيل الكاب انا ابيك تحفزني والله حرتفتح والله والله حرتفتح غير هيك بدي اصور سنابات اخذك جنبي بس انا بس يا ولد انا شايل همي تحت الكاب خوف معكم علي لا والله ليش تضحك في شيء حلو يعني تحت الكاب ولا شيء مو حلو لا والله حلو والله لا ما شاء الله وسيم اشوف كذا حبيتك ولا كت لا لا ايش مالك ما تشكت خلاص ايه شلت الكابل ايه خلاص والله والله اني شلت الكاب خلاص ابشرك الحمد لله هذا مقطع شايل الكاب ايوه خلاص اسمعوا اخيرا كلهم اخيرا والله الحمد لله بتذكر الموقف لما طلعنا على المطعم ايه والله العظيم تعذب والله يا جماعه هذا الكاب حلو هذا الكاب رايت هيك كذا نصير كذا قدام المطعم والله بناكل بدي اشوف عادي اشوف وانا ما ايدك امسك لا 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 تدرون ان كذا والله مع الجمهور تدرون جي ايت شهرين اقابل الجمهور زي كذا صراع مع الجمهور صراع مع بعض الناس اللي يحاولون شيء بس هلا ايش ارتحت الحين تبي خذ كاب تبي كاب والله بسوي جيف اواي على عندي اكثر من 100 كاب بسوي جيف اواي والله بس اني انا طحت بكاب واحد اطيح فيه مره بس والله واخيرا اتقرب شنو اسوي كذا اسوي كذا انا شوف عشان الجوال ما تبين اي اسوي كذا بعدين البس الكاب يشوفون رايد اصلع ماني بصلع ترى شعري كان طويل مره اطول من كذا مره كنت لافه كذا لا زي الايس كريم يلا بسم الله اول شيء نورتنا وشرفتنا يا حبيب النور نور نورت قناتي بعد الله يسعدك طيب. اي والله هذه اول مره ايوه اول مره اي طيب اقلاري انا بشيل كابي قريب حلو ابيك تقول لي كلمه تحفزني اني لاني انا سبع سنوات وخايف مره اني اشيل كاب يا اخي انت ليش خايف من جد انت تدري انه شكلك من غير كاب اجمل والله اقسم بالله العظيم يعلم الله يعني كذا احنا يا عالي وكذا يا اخي كذا من اول ابن الحلال والله من اول والله خلاص يا اخي مغطي الجمال هذا كله ليش يا اخي والله اللي شفته خلاص تدري وش انك بعدين اقسم بالله العظيم انه شعرك احسن من شعري لا والله في هنا صلع وترى انا مغطيها والله اقسم بالله طيب بشوف جبهتك في جبهه بعد زياده يما الحمد لله لقيت اخويا جاي اقول لك ايوه ليش يا حلال خلها اطلقها في مشكله بعد بالكاب ترى
في بعض الرطقم ما يصلح عليها كاب ابدا. أيوه. ما يصلح يعني هذا اللي تلعب ترى ما يصلح عليه كاب يا جماعه. ما ايش تقول لهم بما ان قربنا المليون خلاص؟ والله تستاهل، والله العظيم اني سعيد جدا وفالك مو المليون، الاثنين والثلاثه، واقسم بالله متاكد لو انك استمريت على الشيء اللي انت فيه الخمسة مليون هذه ايزي باذن الله. والله باذن الله معك يا بدر، ما قصرت. شكرا يا حبيبي، شكرا. اي جلوري قال كلام حلو عيال، احرجني مره يا بدر. روح هذا حلاكم، لا تكذب علي، تكفى. اي والله سويتها، لا تفرحني وتكذب علي. لا لا دادا، يا لا دادا يا جم. احتري هاللحظه دي من زمان، ومتاكد ان الكاب كاتم كتب مره. هذه خصم منها، من بعد فتحت الكاب هذه بتكون انطلاقه ثانيه، ومتحمس بتكون انطلاقه ثانيه في اليوتيوب. هذه قفزه، اذا شلت الكاب شيء بيكون انطلاقه. لا 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 على طول من هنا تبدا انطلاقه، من هنا باذن الله. يا رب. ايش تقول بما ان قرب المليون نبي الاشياء الطيبه ذي؟ والله يستاهل المليون اكثر يا بعد الله. ان شاء الله عقبال ما نشوف المليونين والثلاثه والخمسه وينافس الكل باذن الله، وانك تستاهل قسم بالله. انا بعد الله فرحان قسم بالله. ثم انت يا ابو صالح والله، لا والله ترى هذا من خلف الكاميرات والله يا جماعه يشتغل شغل وين يا بعد راس مسوينا شيء. شباب انا عندي بس شيء واحد اقوله، عندي صوره محتفظ فيها لي تسع شهور محتفظ فيها. هذا قلت له اذا جاء يوم من الايام انك تفكر انك تشيل الكاب تكفى خليني انزلها بتويتر عشان المليون. اي جماعه الخير، انا كان شعري طويل مره، ممتاز ممتاز، وكنت انام بغرفه فيرفل، نمت بغرفه فيرفل مره زين، ابى خوفه، سويت ستايل شعري اني بخوفه، صوره لو تشوفونها والله ما تنامون. جاذوب مستحيل تنزل، مستحيل احطها، مستحيل. انت يا ويلك والله يا ويلك. شعور جميل وانا قاعد اصور كنت قاعد زي الكابك. يا اخي الواحد بيعيش مرتاح، وانت مهما كان انه مثلا انت متقبل شكلك بدون كاب. ايه طيب ليش حطيت كاب من الاساس؟ انا لانه انا قلب، انا علمتهم يمكن صح هذا ما قلتهم، خلنا نقول لهم الحين. إيه؟ انا ليش لبست كاب؟ لبست كاب بديت بثوث، اول بثين الناس قالوا شيل الكاب شيل الكاب، خلنا نشوف شكلك بدون كاب. حسيت انه إيه؟ مهتمين الكاب مره. لا إيه؟ بديت بث، بديت ارتفعت طرت فوق والناس شيل الكاب شيل. لا 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 مش هتمين. ولا والله العظيم طول حياتي بدون كاب، يعني اساسها عباطه والله العظيم. فايش رايك انت لو شلت الكاب؟ احس انه ما ادري شلون هو حيختلف عليك الوضع، بس انت كذا شكلك بكاب بدون كاب. طيب شكلي بدون كاب حلو ولا لا؟ كل الصبح يبي يسبني يا عيال، يبي يسبني. شوف انا معك خلاص راح الكاب، خلاص بالله يقول رجل يسر علي. يا الله يا ابو شوق يا عيال حطمني، دخ دخ عرقت والله اني عرقت والله. شوف اسمع، ترى في ساديو ماني جابها الا هنا بعد والله العظيم، اقسم بالله وناجح وناجح. عندك حارس ليفربول رينا الاسباني جابها الا هنا، امورهم تمام وناس ناجحين، فما عليك الحمد لله. المقياس ليس في الشعر ولا الجبهه، المقياس في الشخص. السلام. نعم احسنت، شكرا لك يا ابو شوب. هو انت باذن الله انت حلو في كل الحالات يا بعد قلبي. يلا حلو بدون كاب مع كاب اصلع شعرك يا عرق. ليش تصريحه تعرف؟ لا تحرق احرق احرق. قلت ايوه بس لا لا انا متاكد، يعني في حال ضبط الوضع كذا مكاب بدون كل. طيب كذا كذا هذه تصريحه تكلم عنها. هذه تصريحه، تصريحه الكاب يا جماعه، ترى اسويها عشان البس الكاب خلاص. إلى هنا يا جماعة الخير وصلنا لنهاية الفيديو، الله يعطيكم العافية، جعلكم بالجنة. أنا من بعد مقطع أحمد قلت خليني أصور لكم مقطع كل سريع بس عشان تشوفوني بدون كاب، والله ما مداني أسوي لكم مقطع، لكن أبشروا بالجايات، والله ثم والله لعوضكم. فلا تنسون الاشتراك، خلونا ندخل مليون ونحتفل، والله إني مستأجر شاليه كبير كبير مرة، بجيب ناس تصدمون منهم، بجيب ناس كذا خويانا، ويلا يا مليون، يا مليون، يا مليون، مع السلامة.